بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سنعرف كيف يتم التعرف على هوية الأشخاص المعروضة صورهم على الكاميرا. Who is a person on the camera؟ أولا سيتم التعرف على هؤلاء الأشخاص من خلال قاعدة بيانات بصور الأشخاص وأسمائهم مكتوبة في كل ملف خاص بصورة هذا الشخص، ويفضل أن تكون الصورة واضحة للوجه كاملا حتى يتم التعرف على صورة الشخص بشكل جيد من الكاميرا التي سيتم التقاط منها الستريم أو الفيديو. بعدها هنستعين بملف آخر اسمه Simple Face Rectangle. الملف ده هيتم الاعتماد عليه في وضع مربع تحديد حول صورة الشخص. أولا ننسخ مجلد الايمجز الصور او قاعدة بيانات الصور ايا كان عدد هذه الصور، بنضغط كليك يمين وبعدها بنختار كوبي نسخ، ونذهب التاب الخاص بالبروجكت. نجد هنا الكارنت باس، المسار الحالي للكارنت بروجكت، بنضغط كليك يمين عليه وبنختار بيست وبعدها بنختار اوكي. نجد هنا ان هيسمي الفولدر باسم ايمجز، نتاكد ان اسمه ايمجز، ممكن تسمي أي اسم آخر ليست هناك مشكلة، وبعدها نضغط OK. بيتم هنا نسخ مجلد الصور قاعدة بيانات الصور بالأسماء الموجودة داخل هذا المجلد. بعدها بننسخ الملف اسمه Simple Face Rectangle، وهذا الملف إن شاء الله سأضع لك رابط أسفل الفيديو بهذا الملف، هيساعدك في وضع مربع تحديد حول الوجه، وبنضغط هنا كليك يمين وبنختار كوبي نسخ، وبنتجه على البايثون بروجكت ونضغط كليك يمين ونختار بيست لصق. هنا بيخبرني في هذه المربع ان النيم سيمبل فيس ريكتانجل انسخه بهذا الاسم، فبختار اوكي. بيضع لي هنا السيمبل فيس ريكتانجل دوت بي واي بداخل المجلد الحالي بجانب اسم الملف الذي سأكتب بداخله المشروع. وبعدها بنبدأ في كتابة الأمر التالي لتثبيت مكتبة Open CV. بنكتب هنا pip install Open CV -Python، ونضغط مفتاح الإدخال Enter لكي يتم تثبيت مكتبة Open CV. وبعد ما يتم مكتبة Open CV -Python بنغلق نافذة Terminal ونبدأ في كتابة الكود التالي. نكتب أولا import CV2، وبعدها هنبدأ في الاستيراد من مكتبة Simple Face Rectangle، فبنكتب هنا from Simple Face Rectangle، وتبدأ بحرف كابيتال Simple Face Rectangle. من أول السطر بننشئ متغير وليكن اسمه Simple Face Rectangle، ونرمز له باختصار SFR يساوي Simple Face Rectangle، ونضع هنا Empty Brackets. ومن أول السطر نستخدم SFR اللي هو بيرمز لل Simple Face Rectangle، ونضغط هنا دوت ونكتب Load Encoding Images، ونضع بداخل Load Encoding Images اسم المجلد الذي يحتوي على الصور وهو Images، فبنكتب هنا Images، بنكتب المسار الخاص به، وبعدها بنضع Forward Slash. من أول السطر بنكتب الأمر Cap أي Capture، فبنكتب Cap يساوي Computer Vision 2. وبنكتب هنا فيديو كابتشر، ونضع هنا براكتس، وداخل براكتس بنضع صفر اي استخدم الكاميرا المثبته عندك الاولى في النظام التشغيل. وبعدها بنعمل حلقه تكراريه مستمره باستخدام هواي، فبنكتب هنا هوايل ترو، وبستخدم هنا كلمه ترو لكي تكون الحلقه باستمرار طالما انها اخذت ترو. وبعدها بنضع كله، وبنكتب هنا متغير وليكن اسمه ريت كوما، ومتغير ايضا اسمه فريم يساوي
بنستخدم هنا المتغير كاب اللي بيرمز الكابتشر الصور الملتقطة من الكاميرا دوت ريد بنقرأها ونضع هنا البراكتس امبتي. بعدها ننشئ متغير وليكن اسمه فيس لوكيشن، أي تحديد موقع الوجه المعروض على الكاميرا. وأيضا ننشئ متغير آخر وليكن اسمه فيس أندرسكور نيم، اسم الشخص المعروض على الكاميرا. فهيكون عندي مجموعة أشخاص فبنكتب فيس نيمز، وبعدين بنكتب SFR دوت وبنستخدم هنا ديتكت نون فيسز، يعني حاول تتحرى عن الوجوه المعروفة عندي من الفريم المعروض هنا في الدالة السابقة. بعدها من أول السطر بننشئ حلقة تكرارية باستخدام فور، فبننشئ هنا متغير وليكن اسمه فيس أندرسكور لوك، يعني لكل لوكيشن معروض عندي. وأيضا بننشئ متغير آخر خاص بالنيم بالاسم على مستوى فردي، لأن أنا هعمل حلقة تكرارية بتعرف على كل لوكيشن موجود لكل وجه، ونيم كل وجه عندي اسم الشخص لكل وجه إن. ونكون هنا حلقة تكرارية ثنائية، فبنضع هنا الحلقة التكرارية الثنائية كلها مرة واحدة باستخدام ذب، ونفتح القوس هنا ونكتب المتغير اللي هو خاص بالفيس لوكيشن ده، بناخده هنا نضغط كنترول وناخده هنا كده عندي. وبعدها بناخد كوما وننشئ المتغير الثنائي اللي هيمشي معاه بشكل بيرز زوجي اللي هو الفيس نيمز، بناخده هنا ايضا كده بضغط على كنترول وسحب مع الفاره يديك هنا الفيس نيمز. يبقى انا كده عملت بير زوج او ثنائي داخل الحلقه التكراريه دي لكي يمر عليهما معا توجذر. وبعدين هنا بنضغط هنا كولور، وبعدها من اول السطر بننشئ المتغير واي 1 كوما اكس 2 كوما واي 2 كوما اكس 1. أنشأت أربع متغيرات لكي نضع بداخلهم الإحداثيات الخاصة بالوجه الذي سيتم التعرف عليه، وبنكتب هنا يساوي، وسيتم التعرف على هذه الأوجه من خلال فيس لوك، اختصار لفيس لوكيشن. بضغط كنترول مع سحب مع الفارة وأضع هنا سكوير براكتس وبنكتب صفر، بالطريقة دي هتحدد أول جزء عندي في الصورة. وبعدين بناخد كوما وايضا بنستخدم هنا الفيس لوك ونسحبه هنا ونكتب الاحداثي الاخر داخل سكوير براكتس وبنكتب عندي 1. وبعدها هنا بناخد كوما ونسحب ايضا الفيس لوك اختصار للفيس لوكيشن طبعا، وبنكتب هنا سكوير براكتس بنضع بداخله 2 وايضا كوما وبنكتب هنا الفيس لوك وسكوير براكتس وبنكتب هنا 3. بالطريقه دي هتعرف على الاربع احداثيات الخاصه بمنطقه الوجه. من اول السطر بنكتب هنا CV2 دوت وبنضع التكست بوت تكست، التكست ده من خلاله هنضع الاسم، فبنكتب عندي الفريم الصوره اللي هيتم وضع الاسم عليها، و بناخد كوما وبنكتب هنا نيم الاسم الذي سيتم وضعه. بعد كده بنحدد اول مكان في الاحداثيات سيضع عليه الاسم، فبنفتح هنا قوس وبنكتب هنا عند المنطقه اكس 1 كوما واي 1 ناقص، ونطرح حوالي 10 بكسل من واي 1 من على مستوى ارتفاع الصوره لكي يضع النيم الاسم. و بعد ما نحدد هذه الاحداثيات فنخرج من هذا القوس الصغير وبناخد كوما ونكتب كمبيوتر فيجن 2 دوت لكي نحدد الفونت، فبنكتب هنا الفونت عندي فونت هيرشي دوبلكس مثلا، بناخد هذا النوع من الخطوط. وبعدها بناخد كوما وبنكتب 1 وده خاص بالفونت سكيل، وبعدها ناخد كوما ونحدد هنا الميجز الخاص بالكالرز، فبنكتب مثلا 0 كوما 0
كوما 200. يبقى انا كده بستخدم الجي بي ار وجعلت هنا الجي صفر اي الجرين صفر، البلو صفر، هنا جعلت الريد 200 اعلى درجه لكي يضع الاسم باللون الاحمر. وبعدها ناخد كوما ونكتب 2 وده خاص بالثيكنس اللي هو سمك الخط عندي. من اول السطر بنكتب كمبيوتر فيجن 2 بس نرجع من عند 4 هنا مقابل 4 وبنكتب هنا كمبيوتر فيجن 2 دوت وبنكتب هنا ايمج شو اعرض لي الصوره وبنضع هنا التايتل الخاص بالصوره مثلا كلمه فريم مثلا وبعدها بنخرج من علامات التنصيص وناخد كوما ونكتب الفريم الذي سيتم التقاطه من الكاميرا. من اول السطر بنكتب هنا متغير وليكن اسمه كي يساوي وهنعمل هنا انتظار من خلال الكمبيوتر فيجن 2 فبنكتب هنا ويت كي ونكتب هنا فتره الديلي التاخر هنا 1 سكند ونكتب هنا اف اذا وجدت الكي المتغير الكي يساوي ساوي 27 اللي هو اسكيب اذا تعمل بريك. نبدا من اول السطر في الهامش الرئيسي وبنكتب هنا كاب دوت ريليز يعني هنا هنحاول نخرج من الكابتشر الخاص بالستريم وبعدها نكتب كمبيوتر فيجن 2 دوت ديستروي اول ويندوز يعني اغلق جميع النوافذ. نجرب الكود ونضغط على ران لنرى النتيجه. هنا تم التعرف على 11 صوره فكتب هنا 11 encoding images found وجد 11 صوره. اداني رساله encoding images loaded وهنا فتح الكاميرا وتم التعرف هنا على الاشخاص الذين تم التقاطهم على الكاميرا وبيكتب هنا اسم الشخص فوق الوجه الخاص به. طبعا هنا استعنت ببرنامج الميني كام لكي اسجل فيديو واضع الفيديو باستخدام ميني كام لكي يتم عرضه لكي يكون هنا عملية محاكاة لللايف ستريم من الكاميرا. فممكن لو عايز تستخدم الكاميرا مباشر عادي، عايز تستخدم برنامج الميني كام تثبت عليه كاميرات كتير وتضع عليه فيديوهات بصور الاشخاص او حركة الاشخاص اللي بيتم التقاطهم، بس يجب ان تضع في الاعتبار ان يتم التقاط الوجه بالتحديد مفصلا لكي يتم مقارنته جيدا بملف الصور هنا الايمجز. نغلق نضغط مفتاح اسكيب كده بنخرج من البرنامج وبكده قدرنا نحدد الاشخاص اللي بتم عرضهم اما داخل الكاميرا في لايف ستريم او من داخل فيديو يكون مسجل وبنثبته على الجهاز ومن خلالها بنعرف هؤلاء الأشخاص. طبعا الأفكار دي بتفيد إن شاء الله في مجال الأدلة الجنائية في التعرف على الأشخاص اللي بيتم مراقبتهم من خلال الكاميرات، وأيضا يتم التعرف على الأشخاص في مجال الشركات والعمل لكي يتم مراقبة عملية الحضور والانصراف بشكل عملي. إن شاء الله سأترك لك رابط هذا الكود في أسفل البرنامج، وأيضا سأترك لك أسفل البرنامج ملف الصور images وsimple face rectangle، وأيضا سأضع لك الفيديو الذي تم عرضه حاليا داخل الرابط
لكي تستعين إن أردت يعني، أو فكنت ترغب في الاستعانة ببرنامج الميني كام، وهذا البرنامج موجود على الإنترنت، فممكن أنت بتحمل برنامج زي الميني كام ده، يعتبر بديل الكاميرا. لو عايز تستبدل الكاميرا اللايف ستريم ببرنامج الميني كام بفيديو مسجل عندك لوجوه الأشخاص، أو كنت عايز تستعين بالكاميرا مباشرة، فليست هناك أدنى مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.